This is the conditions of the full front bumper. If you can see, there's a lot of like a heavy mark for the light accident. So we will do a smart repair on this side. But what we needed to do first is the contaminations of the paint before we do the full process of the full bumper restorations. We will try to do a smart repair so we don't need it to paint the full lower bumper. It's just only because there's a lot of major hit and bump from here and there. Hey guys, so this is the process of the smart repair that we done on this side. So like I mentioned, we won't do the full lower bonnet. We're just gonna do this portion that we have a heavy damage of the paint. So this is the area where we're gonna do the smart repair. And then I can show you later on the after pictures of what we done for the full lower bonnet on this side. هاي هذا التصوير أثناء عملية تجهيز السيارة. نحن الحين جيتنا وبخبركم يعني بيني وبينكم مش متفاجئ. شفتوا الصاعقة؟ شارات الصاعقة في السيارة هاي تبارك الرحمن. شو غدت الحين ماي؟ شو سويتوا في السيارة؟ شو ما سوينا في السيارة بعد؟ تبارك الرحمن. كان عندنا التحقيق علينا هني مكان الدعم الضربة هي شميخات هي راحت. شوف ابو محمد لا بالملمس الحين اللي يد روحها تزل. ترى هذا اللي يميز ابو محمد المنتج اللي عندنا. هذا المنتج اللي هو يحمي السياره. نعم. ويحميها عن كل الظروف الطبيعيه الرمل والاشياء في الطريق. سبحان يعني احب بدال يعني قصدك هاي اللي يسافرون يحطون شيء لوصول السياره من قدام عسب ما تتشمخ. هذا ما يحتاج الحين. انا الحين ما يحتاج احط هذا الوص بالسياره حتى عن التراب والاشياء. بالعكس. ايوه حتى الشيء الثاني حتى يصب المطر بتشوفها تفتح على السياره على سيراميك ما يتم الماء على السياره. سبحان الله. هذا اللي يميز المنتج اللي عندنا. قال سيراميك بلتن سيراميك او يسمونه هايبوفوبيك بلتن برودكتس. طبعا مثل ما طلع شفت ابو محمد لمعه يمكن شفت عقب اكثر لمعه. اي والله عقب ما ركبنا هالشيء وبعد الاجراءات اللي سويناها البروسيس اللي شرحناها قبل معاك. نعم. ومن داخل السياره بعد تغيرات اشتغلنا عليها. شو اللي سويتوا لي انا الحين كامل هذا حق سيارتي؟ بدا ابو محمد على السياره اول ما استلمناها وجلسنا معاه. اول بدينا مرحله الغسيل والتعيين السياره عيناها عقب ما غسلناها شفنا. نعم. وين المشاكل في السياره وبناء على هالشيء بدينا نشتغل على السياره. سوينا اول شيء البولش تنظيف السياره. نعم. الضربات صلحناها عند الشميخات. الشميخات والضربات القويه السياره رديناها كما كانت. عقب دخلناها مرحله التلميع مره ثانيه تنظيف. زين. من بعد هذا دخلنا وركبنا على السياره الحمايه على السياره حمايه. نعم. السياره بالبي بي اف او الجلاد الحامي على السياره. نعم. اللي اخترناه معاك هو الجلاد الهايبوفوبيك اللي يحمي السياره ويحمي حتى عن الماء يتم تقول مركب عليها سيراميك. نعم. من بعدها بدينا ننظف السياره من داخل ركبنا لها مخفي مثل ما قلت حمايه. المخفي اللي حطيته لي انا 5% 5% مثل ما انا في ناس شو الوادم المخفي اللي يحطونه؟ وايد منتجات يحطونها منتجات يعني مثل شو الناس تطلب؟ الديكول ولا مثل المنتج 3M هذه المنتجات العالميه المعروفه. انزين لاني انا ما احب المخفي فانتم حطيتوا لي عازل حراري. نعم. وحطيتوا لي المخفي اللي هو 5% 5% هو عازل حراري. نعم. هذا 5% وجدام 0.0 يسمونه الخفيف شفاف. ايوه الحين جدام 0.0 نعم 0.0 اللي يحمي السياره الحراره. ويحميك من اليو في اللي الاشعه فوق البنفسجيه والاشعه الحمراء. نعم. طبعا عقب ما ركبنا هالشيء محمد بدينا ننظف السياره من داخل واشتغلنا عليه وتذكر قلت لي يابا اللمعه وال اي والله ترى السياره كباها الحين. اي والله تم حمايتها من ضمن المنتج هذا السيراميك الداخلي والحمد لله. وهذا المنتج بعد صديق للبيئه وصديق للنفس الانسان لان ما في مواد بتروليه متطايره تضر الانسان. وهاي الاشياء الخطيره ان الواحد لازم ينتبه عليها اذا بيحط داخل السياره بيستخدم السياره بيتعامل مع السياره.
طبعا ابو محمد هذه نحاول نوصل حق الكاستمر او الزبون اللي عندنا يحصل الخدمه الممتازه اللي تليق بالمستوى اللي احنا نتمناه. وهاي اللي جرى ابو محمد، احنا اول ما نستلم الزبون او العميل عندنا السياره نبتدي في تواصل يكون بيننا وبينه، لان الخدمه ما تنتهي هنا، هاي تبتدي بدايه الخدمه عندنا. زين الخدمه الحين انا جيت وشلي سيارتي. نعم. اليوم شو الخدمه اللي بسوي ليها الثاني؟ محمد عقب 10 ايام في اسبوعين نتواصل معه، نشيل السيارة عنك، اللي عندك نشيل السيارة. نعم. ننظفها، نتأكد من الأشياء هذه، لأنها تو مركب جديد الجلاد والحماية، ونتأكد على أي شيء تغييرات وردها كما استلمتها من عندك. رتوش. رتوش أي شيء عندنا اليوم، نتحاول إن الخدمة تكون أو السيارة كما كانت، هذه ما بعد البيع. نعم. أو الخدمة. بناء على هذا اللي كله تبتدي الخدمة مثل ما قلنا، تبتدي خدمتنا الحين. نعم. بالتواصل معك، لأن الخدمة نرتقي. ان الشخص يكون معنا سنتين وثلاث واربع وخمسة. الخدمة هاي تكون بلاش لو بيزات؟ الاول مراحل 6 شهور تقريبا، اول سنة و 6 شهور بلاش، بعدين كل كم توني بنيك؟ احنا الحين اول مرة عبد اسبوعين. نعم. بنشيك على السيارة. نعم. بنشيل السيارة، بننظفها، بنردها مثل ما كانت. نعم نعم. وبعدين تبني كل 3 شهور نتأكد من السيارة ونغسلها وننظف السيارة لك ان شاء الله. هاي الخدمات نتأكد عن الضربات ولا اي شيء يصير بالمنتج، لانه تحت الحماية. نعم. تحت الضمان. الرنج شو سويته؟ اشوفه يلق. نعم ما شاء الله ما شاء الله. لكن سيارتي ابو محمد هاي ضمن البرنامج كامل، هو حمايه السياره بالسيراميك. الحين ركبته عليه سيراميك. نعم. الحين بشوف حتى وقت الكاتشره ولا الرمال ولا المطار بيك، يوم تغسل السياره ما يتم بسرعه تنضف الرنجات هاي. وهذا اللمعه ما بتخف خلاص؟ لا ما بتخف، هاي ضمن البرنامج العنايه. نعم. نحن بنتم معاك على طول، نشيء كل 3 شهور ننظف السيارة حقك ويشيء. إذا مثل الكندورة إذا ما تغسلها قد يسوتها. أكيد. هذه برنامج اللي إحنا نقدمه حق العميل ما بعد البيع أو بعد الخدمة هاي اللي حصلها. نعم. أني حصل السيارة نظيفة، المنتج مالنا نظيف دوم حسب ما كان هو مرتئي أو متوقع منه شيء. طبعاً أبو محمد هذه السيارة مثل ما شفت الخدمة، إحنا نحاول نكون بمستوى 5 نجوم او اعلى. لا والله كان تبسط، كان شيء مش اقل عن 7 ستار، 7 نجوم انا اعطيكم من خاطري، الله اللي يشهد. الله يعطيك العافيه. شغل مميز وشيء جميل. هذه السياره تبارك الرحمن تحرى، شفتي يقولوا زايع النغول، هذه اللي شيء اللي زايع النغول، هالنمونه يلق يعني تبارك الرحمن. يا الله يحفظها من سيارة وتحافظني وتحافظ سيارة الواد وعيال العرب كلها. آمين يا أبو محمد إن شاء الله. بس للعلم يعني هذا المركز نحن نهتم في العمال اللي عندنا، موظفين عندنا، تدريبهم، رفع إمكانياتهم، احتياجاتهم، وتدريب عندنا نحن لنا وكلاء المنتج هذا. فأي شركة تبى تشتغل معانا أو يستخدمون منتجاتنا يمرون بمراحل التدريب، لازم ندربهم، نعطيهم شهادات اعتماد من عندنا ومن امريكا في شهادات الاعتماد. ايوه. انهم هاي معتمدين يعرفون كيف يركبون المنتج حسب المتوقع منا كشركه او كمنتج نهائي. طبعا هذه اللي احنا نتابع لهم فيها، بتشوف مراكز الصيانه او مراكز اللي بيبتدون يشتغلون معانا يحصلون الخدمات هاي كلها ما بعد البيع او ما بعد ما قالوا اعتماد المركز لهم. ما شاء الله ما شاء الله. شغلكم ترتيبكم زين وفنان ورقم واحد، فطالت عماركم ما قصرتوا، يعني الله يجزيكم كل خير. حاليا طال عمرك نحن جايبين النسمو الابيض هذاك. نعم حاطينه. شو بتسووا لنا فيه؟ نبى مثل ما سويتوا في هذا تسوون في هذا. نبى ترد يرد السيارة مثل انت مثل ما جيت السياره هاي جيتها، نشوف عليها نتاكد منها. نعم. نشوف شو تحتاج ونخليها نفس ترد بنيه هالنمونه. ما يهمك ان شاء الله. الحين لها حول اظني سنه سنه سنتين سنتين ابو محمد من اسمه هذاك سنتين نبا يرد ابوي ولدي يومين. ما يهمك هذا اختصاصنا، وهذا نحن نرتقي حق الزبون او العميل مالنا ان يحصل خدمه نفس ما يتوقعها واحسن بعد ان شاء الله. جزاك الله الجنه. ها آه خبير ايش رايك؟ رقم واحد. رقم واحد. الدنيا بعد. عاشر الحين ترى بتمها سياره ام محمد. الله الله فيها ما يهمك يا ابو. سووا لها شيء ترتيب زين. هي يعني يبالها عباله مشان بخيب يعني. شوف الحين هاي الرنقات شابيه نباها تصالك شرات رنقات سيارتي. ما يهمك. هاي ان شاء الله بيحصلون
الخدمة زين اللي يرتجون منها ويشوفون إن شاء الله. والكراسي نباهن يلقن يردن الأولويات رقم واحد. ما يهمك هاي أول ما نبتدي عليه هن الكراسي. يعلني ما أدري حزنك يا أبو عاشا. الله يطول. هاي إن شاء الله كم من يوم بتم عندكم السيارة؟ هذه أسرع إن شاء الله مهيج. إن شاء الله جزاكم الله كل خير. هذه أعطها يومين الثالث يوم تكون جاهزة. إن شاء الله بارك الله. حتى توصل عندكم ليه هنا. الله يرحم والديك من طيبك وإحسانك يا أبو عاشا. مشكورين على هالخدمة المميزة وهالمكان المبروك على الله يطرح فيكم البركة. واشكر جماعتكم كلهم اللي اشتغلوا في سيارتي بالاخص هاي في البيريه اللي داخل ليلى حليله حليله. اللي يميز كارزون انها في البيت في موجوده في البيسمنت. البيسمنت اللي تحت ياسمون. فمتخلي سيارتك كان مثلا الخدمات اللي تقدمونها في كارزون نعم. كم تاخذ وقت يعني شبه ساعه نص ساعه اللي بيغير 20. مخفي هاي 40 دقيقه ساعه تاخذ له تبديل المخفي اذا عندك تصليح تبديل السياره كامل المخفي ماله ابو ساعه ونص بيدخل ياخذ كوفي بيتمشى شوي سيارته جاهزه بيغسل السياره فيعني ما بيضيج لا ما يحتاج يضيج بيلقط ابوي هالمكان الفنان ها وبيجلس عند لتو اللي هو أيوة. لتو ولا متو يلا ابو محمد يمين نعبت اليمين ترى ياسمون مش مثل اي مول شرح واناسه ومكان تحس برقي المكان اللي انت فيه تحس بقيمتك تعطيك تعطي وجودك في 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 ياسمون يعطيك راحه نفسيه يعطيك سمو علو تقدر تمشي شي نافش عمرك غصب عنك تبى ولا ما تبى تبى ولا ما تبى وأمم تحت ترى ما صور تحت خلق الله ما خلق لك أغلبيتهم عوايل نحنها ما في شيء ما تلقطه مش موجود في هالمول تبارك الرحمن يعني شيء جميل 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 يفرح الخاطر ويسر الناظر سبحانك يا رب. قالوا لي أنت تروج للمول هي أكيد أروج للمول المول هذا في وين هذا في بلادي في عاصمتي عاصمة الخير ليش ما أروج أروج وامدح واشكر القائمين على كل إنجاز هذا الإنجاز فخر واحد يفتخر به يشرح الصدر ويثلج يخليك تتفاخر وتفتخر أن هذا الشيء موجود في بلادك موجود في بلادك وشيء وعز بلادك من عزك يا الإنسان الإنسان إذا أنه ما ينبسط في الإنجازات العظيمة اللي تشوفها في بلاده مستحيل أنك أنت يكون تنتمي إلى هالبلاد كلها بلادنا زينة كلها بلادنا زينة أيام الصنادج أيام الخيام ما بالكم الحين أيام الخيام والصنادج فنانة تغني ليل ما بالك الحين اللهم ادم هنا من نعمة فضهم الزوال يا رب العالمين ودوم علينا نعيم علينا ديم علينا يا رب العالمين نعمة الأمن والأمان يا أرحم الراحمين والله مليار مليار ولا يسدن مليار ولا يسدن بخلف ايش حالك لا خلينا منك يا سعد حظي اليوم يا سعد حظي هذا بالله عليك منو هالي وياك هذا علي بن حرمش ما شاء الله ايش حالك يا علي كيف انت والله مليار مرحبا ولا يسدن يعلني ما ذوق حزنك غير حالك هذا انا يا رجل خف علينا ايش حالك لا خليت منك وعدنا بكم الشيهات من عامات الاول زين ايش علي عزموا بنيكم انا ما يخصني عزمكم ابن عمك انه خذا اللي يجيب لي عزيمه لا يا رك الله يرقد يرقد بلي الحوض شيء تامر الله يحفظك سلام عليكم ما تبي ترمسيني انا وياك بسوي السلام عليكم كيف حالك يا رب يا ربي نقمتني انا الله تصير لي ما عرفت حين انا ريال طولي طول عرضي عرض جاي منك بصور وياك ما تبين برايك بي برايك بني عملك زين فوق عين الزين مكان رقي وأناس وشي جميل فوق عن الجمال الكافيهات اللي موجودة العالمية في الدنيا العود كلها بوي لها أفرع
ما خصلكم لا فلان ولا علان، كل شيء مو موجود في الدنيا، العودة كله موجود هيك انت يا ياسمون. ماشي سفرة مرة ثانية ويا الريال. لا بيصير لندن ابوي بالتوفيق تاريخ 20. طب والتوفيق عنك، تعال هني. لا هذاك ابوي دارك شوكليت. ماشي هذاك دارك شوكليت صديق قديم. صعب. لا انا ما اتبع الصليج. اسمعك ولا ادري به، ما اتبع الصليج ولا توايب حق كل زقر. حد يقول لي هو بتوايب؟ لازم يقول لي ابو محمد ولا خالد بتوايب. حصلت عندك قلت له ها وين مسافر يا الريال؟ لا بس يا ما اشتغل عني. نعم صدقه ما قال عينه. زين زين انت من وحينا. انا هلال جامعي. والله والنعم والله والنعم بالنيابه. والله من اليوم مرحبا ولا يسدد. رد السلام على ربعك وعلى صدقارك على كل يعز عليك ان شاء الله. الحظ ها هاك اليوم جتك الصوره هاي وقالوا لك اندبها ما طعت، لكن رب العالمين يا ابلي ابوي الريال لين عقر داري والحمد لله هذا صورنا وياه وهذا الريال. والله مليون والله منعم. مشكور 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 انك خراويتني الحظ حتى لو عقب سنين طويله. جزاك الله الجنه. طبيعي موقعي الله يحفظكم، انا حاليا موجود في المعاريس وهذاك ابوي المعرس ونسيبه، هاك المعرس ونسيبه توي هو بالي بعد ما حد اياي اول واحد في الدنيا العود يجيهم انا. الله يفرحهم ان شاء الله. الله يفرحهم. الله عليك شفت هذا 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 حلوين قرب الله تاكل حلوين. إلى الله يبارك لكم إن شاء الله. عاش أبو يوهر عاش أبو يوهر عاش أبو يوهر. يلا يلا الحين إحنا ولع. الله يبارك لكم. والله مليون مرحبا أبو يوهر، مليون مرحبا أبو يوهر صديق الطفولة، مليون مرحبا صديق الطفولة. لا خلينا منك يا أبو يوهر. حالك كيف انت؟ خير يعني. كل اللي يتخبر عنك يقول ابوي هالزمان ما نشوف الفنان. موجود طال عمرك. الفنان موجود ترى. موجود الافراح والمناسبات. الحمد لله يعني دوم موجود. ما نسمع. يعني لك تفضي حي ابوي وهاب. حتى بالمدينة الله يحفظك ان شاء الله يوفقك ان شاء الله. خلينا من بالمشروع الجديد. زين. عند السادة ونشوف المشروع هو يعرف. يوسف المزروعي المحاضر. يا ربي ما يحب التصوير عاد. معرس ان شاء الله عليك. هذا سعيد بن حاضر، هذا سعيد بن حاضر ابو العروس، هذا سعيد بن حاضر واللي كان عداله توه محمد بن حاضر هو كنت يا سعيد بن حاضر. هذاك يسوي على خال العروس وهذا ابوها وهذاك المعرس هاك ابوه. خلينا منكم على الله يسر اموركم مثل ما بيكم حفظكم. خالد بن احمد
محمد بن حاضر المريخي، محمد بن عيد المريخي، خالد بن عيد المريخي، وهذا الريال مزروعي. قم من هلال بعد مزروعي. بقى بقتكم الشيف أول ما شفت تحريت من قم بالقطري، طلع أول ما شفتك تحريت من قم بالقطري، نفس الوشرة ونفس الشيء. هي سبحان الله، يعني الله يحفظك يبارك فيك، بارك لكم إن شاء الله. شيخ أسرو بن سعيد بن محمد بن خليفة النهيان. المحارب القدامى الله يحفظه. والله مليون مرحبا، مليون ما يسدن ما بلا وحده. قديم صديق قديم ابراهيم الزعابي عديبك من ايام ميلاس محمد عثمان بالسبعينات كما ما شاء الله كنت وما زلت معك فنان. سعيد يا ابو محمد، اسعد الله يحفظك ما شاء الله عليك مقصر. يعني الله يحفظك يصير عنك الشر. حضرنا العرس وعينا من الاخير، والله يبارك لهم ويسعدهم ويالف ما بينهم ويرزقهم الذريه الصالحه. بيلس لين يخلص العرس لين حتى عقب المغرب. ما زين لها السياره يا ابو محمد، عرف شو من سيايير محسن؟ شو اسم السيارة هاي؟ ما عارفه والله، ملفت للنظر تبارك الرحمن. أقولكم خليني أصور عدالها اللي يبلغ علي راعيها. أقولكم العرس عرس فنان وقاوي، الله يرزقهم إن شاء الله ذرية الصالحة. حضرنا العرس وكل كان في خاطري أجلس لين عقب المغرب، غير الله يبارك فيكم. وراي سيرة دبي، مفروض أكون في دبي قبل الساعة 7 إن شاء الله لحضور الاحتفال باليوم الوطني في الجامعة الأمريكية إن شاء الله. مع السلامة يا قصر الإمارات، واسمي لي سما قصر الإمارات إنه ما قصر، اسم على مسمى. كان حدر هذه السيارة، شم السيارة هاي بالله عليكم. محسن محسن تعال تفرق، تعال تفرق، تعال تفرق. شوف 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 الدنيا، شوف الطماشة، شوف الزين، شوف الشيء. ها محسن تعال. جنة والله. ها؟ جنة. شفت ما شاء الله؟ شو رايك؟ بسم الله ما شاء الله. ربنا يا رب يزيدك يا رب ويجعلها خير يا رب العالمين. ايه؟ ترى ايه صوت عايب. ما شاء الله تبارك الرحمن. اطلاله جميل ومباني شاهقه تاخذ العقل. يا الله يا رب لا تغير علينا الا الى الاحسن. يا رب العالمين تحفظها من دار. اي والله السيارة قامت ما اعرف اسمها. ونحن وصلنا حرم الجامعة الامريكية، وكان في استقبالنا هالرجال الفنان. انت منو؟ راشد سيف المري، رئيس النادي الامارات. والله الجامعة الامريكية. مرحبا مرحبا. وهالشباب اللي وياك هالجماعة منو؟ هالبنية ولا منو؟ البنية الياز البلوشي، شاعرة وطالبة. ما شاء الله. الجامعة الامريكية. اي كلية، اي جامعة، اي قسم؟ هندسة هندسة. ما شاء الله. شيباني شيباني والله. والنعم والنعم. والاخ من ما سمحت؟ ابراهيم. انت محمد عيسى النعيمي. انت ليش طالعني انا طالع الكاميرا؟ زعلان انت قايل لنا خف على عمرك. قايل لنا متين وزعلان. انت؟ انا محمد البلوشي. والله والنعم. وانت ابويا؟ جاسم علي. ها؟ جاسم علي. زين ولك زعلان؟
راشد بن سيف المري. نعم. أقول لك شو البرنامج الحين؟ إنزين البرنامج عنا أول شيء دقيقة صمت. فخر وعز لأرواح الشهداء. آمين. بعدها عقب إن شاء الله عنا النشيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وبعدها يبدأ برنامج الحفل لمدة 3 ساعات. والحفل شو بيكون؟ وفي احتفالية العيد الوطني 47 إن شاء الله. الله يواليكم العافية. إن شاء الله. يا زوي تعال، أنا باليازية. يازية شي بتسمعينا؟ قصيدة هرثاية في الشيخ زايد. زين يلا. لا والله ما الحين عقب على السيج ما يصير. والله ما يصير الحين. أنت ما تعطين شي من الجديد؟ أبد. ما طعت. The National Anthem of United Arab Emirates. شهداء دولة الإمارات العربية المتحدة، أحب بكم جميعا وأشكركم جميعا على الحضور، جميع الضيوف، جميع مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي الموجودين معنا اليوم نورينا في الجامعة الأمريكية في دبي. وأنا شخصيا يشرفني جدا أن أكون في هذا الصرح العلمي العظيم، والعظمة ليست بالحجم، العظمة دائما فيما يقدم هذا الصرح العلمي من علم، من منهاج، من فكر للطلبة اللي بينهم وبين سوق العمل خطوات من أجل أنهم يخدمون هذا البلد من خلال العلم اللي حصلوه في هذه المؤسسة الأكاديمية المحترمة جداً. لذلك تواجدنا اليوم في هذا المكان في هذه الجامعة أمر عزيز على قلوبنا، أن نشوف عيالنا وكل الطلاب اللي مستقبلاً بيكون جنود هذا الوطن، سواء كانوا جنود في السلك العسكري أو حتى في الحياة المدنية من خلال تخصصهم وعملهم. صباحا والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، أصحاب السعادة، السيدات والسادة، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. It is now my great pleasure to welcome all of you, distinguished guests, faculty colleagues, family, friends and everyone else to aid this. وانطلق قطار الاتحاد العظيم بست إمارات بعد تخلف رأس الخيمة التي عادت بعد شهرين. في ذلك اليوم عانقت ألوان علم الإمارات سماءها المنتشئة بمشاعر الفخر، مشهد زال حاضرا في ذاكرة من شهد ذلك اليوم. الشاعر الشيخ ركاض بن عبد الله الركاض العامري عنده قصيدة والحين بيعدها الله يحفظه، بس ضيفتنا جامعة الأمريكية في دبي. سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى الله يحفظه ويطول عمره رب العالمين، بمقام هذا العيد الطيب والتلاحم الطيب والإمارات وحدة والبيت متوحد، بنقول قصيدة وطنية في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد. والشيخ خليفة بن زايد هو العنوان والقدوة للبلد. أقول دارنا دار المحبة والسلام، دارنا دار المحبة والسلام، دار بوصلان، دار المبدعين، رفرفت أعلامنا بأعلام قام واستبشلي على أرضك وزين. دارنا دار انتي
دولة فوق الغمام عاش شعبك عاش حاكم الأمين. دولة تبنى بعز واهتمام، دولة تبنى بعز واهتمام، من فضل قايد بناها من سنين، الله يرحم زايد الفذ الهمام، باني الدولة على شرع ودين. سوالف الجنة خالد الخالدي ومجموعة لكم، ولنا شرف كبير ان شفناه اليوم. جزاك الله خير. اقول مع بعض، في الهرد صادفت لي احلى غزال، مستحيل انسى عيونه مستحيل، في عيونه سحر ورموشة ظلال، ناعس الطرفين ورمش الكحيل، في صعايب مملكة سحر الجمال، الجمال يبهر عيون الخلايق، يا الأصيل المشى يمشي بهيبة واعتدال، هيبته هيبة ملك ماله مثيل مثيل، والشعر لطاح عرد فين مال، والمشى خسرة مع النسمة يميل يميل، فاك كل الوصف وتعدل خيال به تصاوير الفرس وجموح خيل، فاك كل الوصف وتعدل خيال، في وسط عيني لا تزال، ولا رأت عيني مثل وصفه مثيل جميل، بالعشق والطيب وسلوبه ودلال، ما يجي مثله ترى في كل الجيل، بالعشق والطيب وسلوبه ودلال، ما يجي مثله ترى في كل جيل، يا رات القلب راسلني وتعال، حالتي حالة سجين أنا وعليم، يا غناة القلب راسلني وتعال، حالتي حالة سجين أو عليل، يا حبيبي لك بجاوب عالسؤال، أنت أول شخص في قلبي مزين. سؤال جنون الحروب والصلح، لمحة حاجبيك من نازلك راح مغلوب، الحسن كله يحتويك، من نازلك راح مغلوب، الحسن كله يحتويك، قلبي من أسبابك يذوب ويتوب بشواقه إليك، لو كنت في أقصى الجنوب أو آخر الدنيا أجيك بجيك، أشم عطرك بالهبوب وأحب أنا نقشة يديك، أشم عطرك بالهبوب وأحب أنا نقشة يديك، من الصعايب ما بتوب مدامك القلبي شريك، تمشي وخطواتك بدوب تبهر عيون مشاهديك، تمشي وخطواتك بدوب تبهر عيون مشاهديك، من القمر أنت تنوب طلق تفرح معجبيك، تكفى ترفق بي بدوب عن دم محبوب يبيك، بالروف بالروف يا أظلم حبوب، يا عشق ما عقبه غروب، أنت الملك وأنت المليك. سؤال الله يا دار الزايد كيف محلاها، يا ناس حلوة وقلبي مغرم فيها، تسمين واضر من أولها إلى قصاها، حلوة وزايد لي أكثر محليها، الله يا دار زايد كيف محلاها، يا ناس حلوة وقلبي مغرم فيها، تسمين واضر من أولها إلى قصاها، حلوة وزايد يلي وينك حبيبي ما وحشناك، طولت ما شافتك عيني، طولت غالي بفرقاك وتعبتني، وانت ظنيني ما دام قلبي ما دام قلبي حيل غلاك، لا تستمع للمبغضيني، لا تستمع للمبغضيني، والله حبك والله حبك موت افداك، ولا تقول قلبك ولا تقول قلبك ما يبيني، ولا تقول قلبك ما يبيني. سؤال الصوت رايح وسموحه.
يفتح لسانك الشاعر. بدانك الله يطول ما عمرك. قلت للزيت يعني عمرك طويل وتشرفنا بصوتك الله يفرحك افرحتنا بعد هالقصيد المميز الكلمات المنتقاه انت تفرح القلب واللي يشوفك بيب القصيد ويب كل شيء يعني تسلم يعني تسلم الله يفرحك يا رب يا رب الجنه إلى أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة مبارك أم الجميع الله يحفظها ويطول عمرها قول آمين آمين. أقول يا شيخة الشيخات يا منبع الخير يا شيخة الشيخات يا منبع الخير يما العوايد كاسبة كل العوايد تدرين أنت من الملا والبشر غير تدرين أنت من الملا والبشر غير يا أغلى وأغلى من سكن في قلب زايد يلي غلاك بدمنا دايم يسير يلي غلاك بدمنا دايم يسير متسيد وسايد على الناس سايد اسمك يسطر بالذهب والأساطير وعلى نحور الغيد صارت قلايد اسمك يسطر بالذهب والأساطير وعلى نحور الغيد صارت قلايد غير السعد غند وغير السعد غرد بلحنون شايد يلي غلاك كبير وقدرك كبير واضح ولا يحتاج علم وشهايد يم الشيوخ النادرين المغاوير يا أبو خالد على المجد قايد رفت على فعله جميع البنادير وبين الدول اسمه على الطيب رايد رفت على فعله جميع البنادير وبين الدول اسمه على الطيب رايد هذا ولد زايد ولد زايد الخير يا شبه زايد بالصفات الفرايد سوالف ام الامارات تستاهل اكثر واكثر تسلم الله يحفظها ويطول عمرها سوالف امين امين اذا شاعرنا بالركاض العامري اعد عليكم قصيده رثائيه في الشيخ زايد رحمه الله عليه يقول 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 والله ان الحق ما منه محيد ينكتب لك يوم تبعث للحياه كل شيء بم خلاق العبيد يامر وينهي ولا علم خفاه والنهار اللي هو العلم النكيد مو مداليله يصدق ما حواه زعزع قلوب العرب في كل حيد واثبرت كل العيون دموع حد يقول ان الخبر مو هو اكيد وحد تأكد وابتدى يجهش بكاه يوم ساليل الثلاثة وش تريد يوم ساليل الثلاثة وش تريد ليه ما جنبت ريلك عن مدى هقوتك ان العرب تبغي المزيد لا وربي كلهم عافوا مساه اظلم الدار الضبي تنعي الفقي تذر في دموع البحر فوق الحصاه يا سحاب الخير لا تكثر رعيد الرعيد بجام يبغي القصيد انكتب له اسم زقيد في دواه لين ما مد الحبر من عرق الوريد وقام ينزف كل طاروق ابتداه لو يقول الشعر في حق
سيد يوفي بعض فعله أو سنه ودع ترابك مع النعش الجديد ولون في جوف البطين وفي ثراه افتخر يا قبر وتفاخر بعيد دام زايد في وسط حضنك هنا واحد بالطيب ما مثله شيء ارتود قاع الثرى من طيب ماه قوم العمران من طود وحديد شفت أبراجها بعلى سماه وضمنا ضمت حنونا للولي ولا بقى فينا جاع ولا عراه يا إله الكون يا الرب المجيد نشهدك إنا رضينا يا إله فارض عنه واسكنه ربي سعيد في جنان الخلد واكرم له ثواه واغفر المنصاح في نعي الفقيد يوم جاع علمه صرخ وزايده وسلامة ما قصرتي ما قصرتي أقول رف يا علم فوق القمم بالعوالي وإحنا نعيش نمجدك كل الأوقات مرفوع تبقى شامخا بالعلالي وكل محفل لك نأدي التحيات اشمخ فداك رجال تسهر ليالي تصبح تحييك وعلى عزك تبات في عهد بو سلطان تاج المعالي رمز الكرامة والوفاء والمروات القائد الأعلى الحكيم المثالي رمز الكرامة والوفاء والمروات اشمخ فداك رجال تسهر ليالي تصبح تحييك وعلى عزك تبات في عهد بو سلطان تاج المعالي فخر العروبة والأمم والحضارات القائد الأعلى الحكيم المثالي رمز الكرامة والوفاء يحس بليته ويفهم في الحشابة من أول يوم صادفت عشقت عشقت حل وغليت غرامة في الحشا يسطي وسامح لو بعد يخطي وله كل العمر معطي وسوات العين سوات العين داريت عليم الله سبحانه فالأقوى من هجرانا وفيها الروح هيمانا من الأعمار أولاً أنا الله يستر عليك ما أعرف كنت سالم صوتك جميل وطريقة إلقائك طريقة واحد من هايل يعني المتمرسين ما بمن هايل أنت ما بطالب ولا شو أنا طالب في الحياة ما شاء الله عليك حرج يعني ما بهيب يعني الله يبارك فيك أنت منو أنا إبراهيم ستادي أنا في إذاعة دبي داوم والله زادك فادك حي أيوة أنت منبولك مذيع أنا هي أقول في خاطري هذا 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 مشروع مذيع ها تعرف مذيع ما شاء الله طالب هي والله زين الحمد لله الله يطرحك هذا مطلوب أصلا ما شاء الله عليك الله أنا من شيء أسير فعاليات جامعية عشان أعز صورة الطالب ما شاء الله عليك وجهك بيبي يعني صغيروني الله يسلمك الله يطرحك البركة شرفت بشوفك ومعرفك الله يطرحك البركة إن شاء الله يخليك ويحفظك جزاك الله كل خير شكرا شكرا أول ما دي اسمك أنت الحين عبد الله سيف سويدي وين داوم راشد بن سيف المري مشكورين على حسن الاستضافة ودعوتكم إلى بيته وتيكم عيوني مكان يستاهل العلوة
وعيالنا وعيال عيالنا واخواتنا. بيضت ويهنا ومشكور الله يقصر. عيوني فيكم في كل مناسبه. تسلم. ان شاء الله ما عنكم غناء حبيبي. ان شاء الله تسلم على الاداره وعلى البنيات والشباب والكبار والصغار، السلك الدراسي والمدرسين والمدراء كلهم، حتى هاللي اللي يعطيكم درجات ما بزينة بعد سلم عليه. لا والله ما بيحطون درجات زينة. لا لا بيحطون ابوي، هذا الجهد كله يعطيك هذا الجهد كله لازم. وانت سامحنا تعبناك وازعجناك. جزاك الله خير. لا والله واجب لا خليت من اسمك. تسلم تسلم عزيز وغالي. وهذا عينه عاده ترى اخر سناب في الجامعه الامريكيه، الجامعه العريقه الفنانه اللي على الله يحفظه ان شاء الله كل اللي تخرجوا فيها ويرفجهم لما يحب ويرضى يا رب العالمين، يحفظ عيالنا من كل شر وضر. هذا محمد بن احمد، محمد ولد 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 احمد، ولد احمد الحاي اخو جمال. ايوه جيتك في لندن ومدحني هي والمدح ما يكفي. ما صابت الهدف، شو السبب؟ ما ادري من المهب. يا مهب طهف كسر الدنيا كلها. على الله يحفظ يبارك فيك ان شاء الله. هذا ربيعك مقطع يصور ليش؟ هذا سلطان النجم زين بلا ما يبي يصور. سلم على تبغى تصور؟ سلم على هلك خلا يشوف. سلم على هلك. يلا مع السلامة شباب. مشكورين ما قصرتوا. ها باش مهندس شو رايك الخبير؟ رقم واحد كل شيء زين؟ كل شيء تمام. جزاهم الله خير. مشكورين 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 حبيبي. العفو العفو عليك. شكرا كل الشكر والتقدير للجامعة الأمريكية لحسن الاستضافة وحسن الترتيب والحفل الجميل المميز اللي من مجهود الطلبة اللي ما قصروا، شيء جميل وكان مرتب وكانت حفاوة الاستقبال وحفاوة التوديع مثل ما استقبلوني ودعوني عند البيبان. مشكورين وما قصروا. اللهم احفظ شبابنا وعيالنا وبنياتنا من كل مكروه يا رب العالمين، ووفجهم ان شاء الله في حياتهم الدراسيه والجامعيه، وارزقهم ان شاء الله الجنه اللي اهم عن كل شيء. اتفقنا ويا الجماعه وتشاورنا، عزمنا نسير دبي مول. بنتمشى في دبي مول وبنعين الله خير وبنتعشى وبيكون مضوانا الى عاصمتنا الحبيبه ابو ظبي. ما شاء الله ما شاء الله، أول مرة بحياتي أي دبي مول والقطه في هدوء في سكينة. يعني كان أعتقد هذه اللي يقولون عنها السكينة التي تسبق العاصفة أو الهدوء الذي يسبق العاصفة. الحين الإجازة بكرة ورا بكرة ولي عقبة ولي عقبة ولي عقبة. يا ربي بضي الدنيا ضي، بتازم الدنيا ابوي. تنغش تنغش تنغش. مو منكم ذا قل لي زين. ما اقول لكم نحن الحين في هالمكان الفنان الشاهق، تدرون شو في خاطري اعرف؟ في خاطري اعرف فاتوره برج خليفه في شهر واحد، ما بحينا في الشتاء لا في عز القيض شهر سبعة، كم تستوي فاتوره البرج خليفة بكبره شهر سبعة كم؟ اللي عند الجواب يلحق علي خبرني فاتورة برج خليفة شهر سبعة كم تكون؟ شهر واحد، هذا سؤال واحد. ونحن حين الله يحفظكم في هالمكان الفنان انترى يبتدي العرض الفنان وبنتابعه نحن يمنو يا الفنانين. الله يحفظكم ويبارك فيكم وإن شاء الله بنتفرج. بس هذا عاد آخر شيء من عقب سيرة الجامعة الأمريكية. هي ابني المنظر قلت أصور. زين ابتسم، وين الابتسامة؟ شكرا. والله ما ابتسم حتى وأنا بصور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصبحكم الله بالخير والنور والسرور. شاصبحتوا وكيف حالكم وكيف انتم؟ أنا أموري طيبة وكل شيء زين ومن حسن إلى أحسن. و ها شو تبين؟ Good morning sir. Good morning. Anything today from the house breakfast. إن شاء الله. They have their نخي دنقا or لوبيا. That is the one lobia, the one you like. Okay, خلاص. That one and anything. Okay, sure. Thank you. Welcome.
أقولكم باكر الله يحفظكم ترى شيء سيارة تدشين أول رحلة إلى برشلونة على طيران الاتحاد طيار العودة الـ 380 بكرة أول يوم أول تسير خط لها خط مباشر الأول شيء كان عن طريق مطارات ثانية حين لا داي طيارتنا الإغلاء الساعة 2 الظهر يا غير أنا أحب أسير من وقت ناس تسير 12 لا أنا أسير الساعة 11 ولا 10 ونص أحب أوصل مطال من وقت المطال شو بعد المطال زين فإن شاء الله سيرتي بتكون بكرة وبيلس من الأربعة لين الأربعة دورة يعني أسبوع كامل أسبوع من أولي لين آخرة إن شاء الله فبتسوي سيرة زينة وبنشوف أنا جايينها برشلونة تدرون متى جايينها برشلونة جايينها ويا حياة أبوي أكثر من 45 سنة أو 30 سنة كان عمري أظني 13 لو 14 سنة من الحادثة اللي استوت من الأشياء المميزة اللي تخليني ما أنسى برشلونة شيء كاميرات هل يحطون داخلهم فيلم شيء هالطويله ويدور إذا استصور من أول ما وصلنا السفرة لين آخر يوم ذكر نوع الأفلام هاي يسمونه ب 240 صورة ها هالرول اللي هنمو اللي يطيونها شريط هالشكل إنزين تميت أصور لين 240 ترى من فوق يبين الرقم قلت الحمد لله خلصنا وش لكم بعد الأول ما تروم تفتح الكاميرا في البيت تتروع إن يقولون إن دق الشمس وإذا دخل النور على الفيلم يحترق وشلك الكاميرا زاحيبها هالوقت كله خلصنا العلاج وخلصنا التصوير يوم وصلت بوظبي يتراوالي شارع الكترا مصور شي صغيرون لعدال مطعم يسمون مطعم بو علي والله العظيم اني صعقت يوم فتحوا الكاميرا ترى بلي فيلم يا ربي انا شهر ما ادري كم وانا اصور ترى بس يدور الارغام من فوق الارغام يدور والكاميرا بلي فيلم ما برايم أنسى هيك المأساة شو هيمي الأفلام الفنانات الصور غاوي لك شو أسوي عقبها صرت ثلاث أربع وديات جدات كنت يا برشلونة لكن ما صرت سيرة أناسة سيرتي كلها معركة أركض يا الدنيا وأنا وراك يعني ما في شيء أقدر أنبسط منه ولا أشوف العين ركضة فلذلك ما استأنست فكل حد يصيح منها برشلونة كيف انت ما استانست يا اخي والله ما رو ما كذب قالوا لي السيرة هاي يوم بتصير المكان الفلاني والفلاني والفلاني وان شاء الله انا بسيلة وبتكونون انتو وياي وحين صلاح ابوي ما اكل ابوي الدنيا اكل حاشر انه يترياني ايه الله يحفظكم هناك في الخيمة وانا حين سائر الله موجود حبيبي قيقيقة بي يلا حين جاي جدنك جاي يلا بي باخذ لفه في الزراعه دقيقه زين صلاح وين محسن وين يلا بي بعد شيء شو ضربه في عينه لحول يا ربي هالصلاح بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الله ما شاء الله تبارك الله شوفي حليلها سمها أبو هيتي قشطة لها اسم سيت والله شو قشطة يسمون بعد شو بعد هذا اسمه بعد شو يعني بيكون اسمه بالإمارات غير بالإمارات ما شيء أصلا هذا من الأشياء الجديدة اللي توها جاية سبحانك يا رب ما يتقهر الحر عادي والله شيء من هنا يقهرن الحر شيء منهم فقارة ما يقهر إنه ما شاء الله في فايد الحمد لله رب العالمين بأمس حطينا عليه الحياب هذا وقت الهويات كان تكسر قبل 4-5 سنين هنمونه زرعناه غير ما حطينا الحياب ويالهو اللمسي هذا اللي أمس شراته يلا ولعب لعبة الحبوه فدع وريقات وكسرت آزم يقصفه قصف من تحت وذلك عيدان مركزة والله إنه صار دم فاسد ولا استفدتنا منه الحمد لله رب العالمين الله رزقنا هذا كان بيه حرج وما بيجين نكوني ويتحرك سيدة ما يطعطع وحده هنتين
الله يبارك فيه وعيال حلال. فقير وزين وفنان، الحمد لله زراعتنا زينة وطايب الغرام، طايب الغرام، طايب الغرام، الحمد لله. اسميها لزخة دبان. تكينا يزاح والله خير اللي أندبوا هذا الشيء. أندبوا عاد من هاي الحول 100. هي ما شاء الله، هي بس رايته ولا بالظلام. شوفوا يا أقول لكم الفاكهة هذه. سبحان الله. شوفوا حطينا القرطاس سلمنا على فاكهتنا. الحين افتكينا الله فكنا من الطيور. ها. يبقى أقول لكم هذا الواتر أبل. وحلو شكر. شكر ما شاء الله. شكر هذا الواتر أبل. للي ما زرع ضروري يزرع منه. شيء نوعين ثلاثة. نوع منه هذا يسمون الجنقلي. جنقلي هذا أبوي يقهر. يقهر الحرارة. وشيء منه ما يقهر الحرارة. ها شو ما شاء الله. مكوت كواوي. شكر ريج. شكر ريج يتقرط تحرى ناري. يعني تحط يعني تقدر 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 تحسبه من فصيلة النبج. يعني شرات النبج. تحسب من فصيلة النبج يعني. وشكر ريج. شوف هاي الطير هاي ها ما الله الطير ما 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 رمت ما رمت لحيلها كلها الطير هذه. يا ربي منو ذنكر عليك انك تلحف شيارك وقت الحرورة يعني. شيء من الشيار ما يقهر وشيء من الشيار يقهر. انا الشيار اللي عندي 90% منه ما يقهر الحرورة، فلذلك مسوي له البيبات هذه مسوي له طريقة الندى. ف يوم يعديني الله يحفظكم في الحر من تحمى الشمس ابوي لحفنا هذا 6 شهور لو 7 شهور ملحف من شهر 6 و7 و8 و9 4 شهور والخامس تلاياه نرفعه عنه. والحمد لله رب العالمين سلمنا على شيارنا ورب العالمين يس. هاي هاي شو شيارة كم مكبرها هاي لتشي. هاي شيارة يسموها شيارة لتشي. ها شو ما شاء الله صدر كون كل زين وكل فنان نعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى. وين متكود بعد؟ وين طايح؟ خياطة؟ والله؟ ولا تضحك علي؟ صرت مستشفى صراحة؟ يقول 3 غرز. يا ربي يا صلاح. متى هذا؟ أنت أنت. في الليل؟ سر 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 صغر الدريبل. يا ربي أخ عليك بعد تضربه حرام. حنية حنية. حرامية ها حتى هذا درابك حتى صلاح درابك. لا حبيبي صلاح. صلاح كيف عرفت انه حرامي؟ كيف 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 عرفت انه حرامي؟ مخ شو بلا صلاح؟ السلام عليكم. عليكم السلام. صحالك خير ها شو بلا صلاح؟ كيف صلاح كيف طيح داخل الغرفة من برا؟ ايه كيف طيح كيف ايه والله شيء ما رجل بس طيح. وديته مستشفى؟ ايوه. وايد صدم؟ ايه 4 غرزة؟ 4 في خير. لا اله الا الله. في منك؟ هذا قال انه في زين ولا مفرق مشكلة ولا سوى زين الحين. يا رجال الحمد لله خير ان شاء الله. شو بلا خلص صقر البوت ها امس هي غدا خلص هي سوي معجون ماما تروح غرفه نوم صلاح روح غرفه بيانا يجي برا بعدين هذا نص ساعه بعد بيطلع برا صلاح حبيبي انا خبر انت نوم صح ما تنوم ما يسمع كلام اذا ما يسمع كلام انا اروح بلاد هاي شو ترى ما يريد اشتغل ما يريد روح على بلاد زين صلاح زين زعلته لا كذب لا كذب هذا كذب والله كذب يا كذب بس اجي يوسف والله والله تعال يقول له امشي امشي مش عايزه يتكلم زين صلاح ايه لسعاده حيله إيه؟ لا ما في بليز اكو تضربه ليش تضربه يعني يا كذب زين اكو يصيح صلاح صلاح لا تضربه
صيح 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 أسد صيح صيح صلاح محسن صيح أنت بعد. أوه بتغلط. أنت بعد ما ضربك آه. ما يريد أخ عليك صلاح زين زعت أسد. داخل زيارة في سيح بدي نقول أسد تاني اسمع كلام. شرب شاي شرب شاي مرتين وأنت ما تبغى شرب شاي مرتين بس مرة. ما يعرف كلام لوتي. قول ما في شاي انا شو سوي بابا. أيوة. قول لا شاي لا تريريو لا حليب لا ثاني ما في الكلام. واو سلك السرقة كده انت ما يريد تشتغل روك على روك خرب الله تحتات الروس ما يدى البيت مغلظ راسك يا اسد ومغلظ راسك خلاص 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 انا في خروف ما يريد انا روك عطيت بيزات صلاح عطى بس 10 عطى 10 لا خليه يرضى هذا ابوي صلاح لازم تعطي 10 حق يرضى ولا بيزعل بتعطيه خلاص بيعطيك 10 وهذا لا اقول والله والله اقول شو قاعد شو بينكم اقول بقى على حافه عيب هم عيب شو متفقين شو بلاكم الحين الحين صبر صبر ها شو بلاك السلام عليكم ها عليكم السلام ما ادري الحين ما اريد شيء بعدين خلنا نتكلم بعد شوي تعال خلنا عندنا موضوع عندنا موضوع يقول لك صلاح روح ارجع محسن ليش تهدد صلاح انت هو بقى هو عارف شو صلاح اقول لك لا تدفع فلوس شو صلاح هذا كذا كذا شو عاد السر شو السر بينكم الحين مو بيخبل خلا يسوي مسخرة؟ لا لا مش مسخرة هو عارف هو بيقرصني هو رجلي عشان ما اقولش يقولوا مصور لنا صورة كلام كلام شو صورته؟ شو مصور انك؟ بس كلام لا لا مش كلام الصورة موجودة اوري له الصورة دواركا؟ صح صلاح سوى لك بوس الصبح؟ ها ها قولي الصدق سوالك بوسه ها سلام سلام سويت له سلام في بوسه ما اسمعه وين سويت له بوسه لكن اخ عليك صلاح حرام حرام وين الصوره وين راوني الصوره لا ما تحب معك بس وانت يبدن وانت يبدن ناقة عوامر وين ما جيتي من رحتي شو ياك انت عليه ليش تخليني احبك ليه why you let him kiss you حبها ولا شو صلاح حبها صلاح حبيتها ولا لا لا الحقيقة ايه ها انا سلامتي بسلامتي السلام عليكم سلام كيف عليك انت زين ايه بس صلاح هذا ما في ممنوع حبيبي هالشكل ما ممنوع ما في ما شيء مشكله وانت ليش قاعد تهدد عسب اليد لا ها ولا هذا قرباني واجب عشان هو كان مصور صلاح سوي 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 بس انا بس حط الصور مدحت الصوره ليه عشان فيها الدليل بس روح يدك توس مدحوك بعد روح بعد حبه ماشي بعد شاهي بناصر اواجه الصورة شعري الله هلا خلي هني يا سلام يا سلام على هالذبيحة كم كيلو هذا لا هب خروف تويس حبيبي كم هذا يجي وزن 5 كيلو يجي 5 كيلو ما ظني هالكبير مشكورين مشكورين بتعتيج مشكورة مشكورة يا الله يحفظك يبارك فيك يطول بعمرك يزيك الجنة صلاح يبقى عن الدم يقطر هناك مشكورة بتعتيج على الله يحفظ ريلك ويطرح البركة في ذريتك مشكورة مشكورة بتعتيج صلاح قولها شكرا بتعتيج شكرا يا بتعتيج شكرا بتعتيج ايه كم دخلها حق بكره حقي؟ 5
لا تسويها لين انا انش حق يسوي فيديو يسوي صوره نفرات وايد يريدون يعرفون حمسه الحبوب مالتنا. زين يلا شكرا. تشلو تشلو بعد قول لي تشلو قول له ثانك يو افان محسن. كل الناس تطرش مسجات تحذروا من المصري تحذروا ما ادري ليش مش عيب يعني طيب ولا لا 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 انت شيفك شيفه شرير عينك عين لص العين صح العين ها ناكد لمسز ولا لا محسن الله يحفظكم هذا عباره واحد من صدقاني الاوليين يعني حول من كم سنه محسن 15 حوالي 15 سنه وانا كل ما اسير اجيب عندي يجلس عندي ونس هناك مسير مصر الشهر ولا 10 ايام ولا 20 وحين يعني الامارات كم ودي وان شاء الله الحين بن حطينا له شغله جنيني جنيني في البيت حق الورد والزراعه طيب هو ونيس حقي انا وحق صلاح ومقصر الدبو وياه يعني. فقير ويستاهل يعني قزرته حوالي 19 سنه ما شفت وراه الا كل خير معلوم ساعات له شويه عرات ايش اسوي عاد ها؟ خفيف خفيف هذا ابن عندهم؟ ايوه هذا يسار صار شوف ايوه بغدونس وكزبره وشبت يا ربي الكوس اصبيعات عروس مصغرونهن شكل وهذا من شو اللي عليه؟ بغدونس وشبت رويد ما شيء؟ هي على كوسه اشو تعطيني حبه وحده كوسه صغيرونها هي بوحده يا ربي نم صغيرونها يلا يلا سر سر شكرا يا بتعتيج مشكوره هم قصرتي هذا ابوي الباحي جاي لنا من عند ابو مبارك عايض من عند عايض من عند عايض البريك الله يبارك فيه حلوه حلوة حلوة ميزون جايينا من عندكم عايض البريكي عندهم مصنع مال حلوة هم اللي طرشوا لنا حق عرس ولدي أحمد كفلوا بالحلوة كامل وكل هذا يعني من عندهم تبارك الرحمن وهذا هذا تشوفونه هذا تعال جاي شل هذا المطار هاي رفعها فوق شل فوق شلها كامل هاي مطار لكن هذا ما بالبيع هذا عندهم دبس فرض ومن النوادر لحد يحصل الدبس مال الفرد وعنده بالنهاك اليوم مطاره لكن ما سدت ويوم امسات سمع انه وقف عنا نشو طرش بعد مطاره من غير مشكور يا عايض وهذا الحلوه مال اللي جاي من عندهم هاي يسمونها حلوه حلاوه العسل الاصفر وهذه هاي الحلوه حلوه مزون الاسود وهذا حلوة مزون بعد الأسود وهذا العسل الأصفر وهذا عبد منقير هذا الأسود هذا هو يدري بني أحب العسل الأسود وهاي حلوة التين وحلوة العسل يعني وهاي حلوة العسل الأصفر يعني من كل شيء ما شاء الله ما خلص شيء ما طرش مشكور يا عايض يا الله يحفظك هاي الحلوة السوداء من اللي يقول لكم أنا أحبها غير نمون لو بتكمل شهر ما عولت مشكورين وما قصرتوا ها صلاح تبون حلوة ما بيطيح ما بيطيح لتحاتي تبون حلوة يلا تطبيق نون تكلمنا عنه بما فيه الكفاية علما بأن تطبيق نون ما يبحث يتكلم عنه نون أبوي روح معرف عن عمره ونون تطبيق شغال والعرب مستفيد منه قبلي وقبل عصوري قبل الناس كلها المراد تطبيق نون اللي يسألوني يتحرون رقم أبوي ما برقم أنا من تكتب الخالدي على طول تحصل الخصم اللي تابع حقي أنا وشغال لين اليوم لين بكره حد من العرب يعطوهم يومين ثلاثه انا قالوا لي ابوي خطك مباح فلذلك اللي يكتب الخالدي
على طول يحصل الخصم الخاص بالخالدي من تطبيق نون. كل شيء عندهم مثل ما قالوا المصريين، من الإبرة للصاروخ، ما يبال كلام. هذا أولا. وثانيا طلبنا الساعة اللي حق محسن ويا أبوها برسم الخدمة هذه. تعال بسرعة عادة يا مشى يلا يا أبوها برسم الخدمة. فوصلت الساعة الأبل وحطوا وياها أبو يميع الهدايا شحن ومال هذا غير شحن وبطايق مال تخفيض وما أدري شو. وهاي الساعة وصلت نهار ثاني في نفس اليوم بالبكرة يت يتون حن محد منو لا يستلمها. We order the watch from the Noon Company and it's Apple Watch. Mashallah. It's Apple Watch is very nice. They are our customers. And after there, I can see inside there is another gift. They give us gift. It's a power bank. A nice one. Perfect. اللي طلبنا ساعة. دفعنا قيمة ساعة. حصلنا الخصم. زين؟ ناهيك عن اللي عنده حساب. حسابي أنا البنك في حسابي روحي أنا خاص، لكن اللي عنده حساب في الراجحي أو اللي عنده حساب في بنك المشرق هذا يحصل بوي دبلات الخصم، يعني توقف عليه ساعة بلاش. جابوا لنا الساعة ولنا فيها بوي بعد كوبونات وفيها شاحن وفيها باور بنك وفيها شاحن مال سيارة اللي يحطون عليه الوايرات الاثنين. شو بقولكم، عبارة بوي مسوين بيع اللص مخلص. جزاهم الله خير. فرحان يا محسن؟ طبعا فرحان، مشكور. زين ابوي يقول طبعانه هوس على تريكه، طبعانه هوس على تريكه. شوفوا الخير يتابع، الخير يتابع. في شيء لازم تشوفه. شوف الله عليكم، خصم على الالكترونيات 70%، 70% يعني الشيء اللي جيبته 1000 درهم يستوي ب 300، واذا اخذت شيء جيبته اكثر عن 2500 درهم بتحصل خصم بعد 400. هذا غير الخصم اللي بتكتب على تدخل على الكود مال خالد، وغير الخصم اللي مال بنك المشرق، وغير الخصم مال بنك الراجحي. شوف انت تروم بوي تاخذ كمبيوترك وتروم تاخذه بعد بالاقصاد، لا، واللي يفرح اكثر واكثر انه فوائد صفر، ما شيء فوائد، بدون فائده، ما في ربح، ما في مزايدات، ما في سعر اضافي، ما في الحساب تحت اللوميه، لا، الحساب ابوي بين واضح صفر فوائد، بلاش عباره بلاش. تتحرون نون بس اللي مسوين ابوي عيبه، يبي نرويكم اياه. تتحرون تنون بس هذا الاصفر؟ انا بكبري لابس اصفر، مفروض ابوي بدا الخدمه هذه، هاي الاخبار هاي صغيروني هالخفيف يكتبون لي نون. شفت خططت العاده من زمان ولا والله يبغى احطهم اخليهم يكتبون نون، بلا نون ابوي شيء وطني اماراتي، دعم للاقتصاد الامارات. ما بنحطه على صدورنا، نحط ابوي فوق روسنا، هب لعبه هي. ندعم نحن الشرق وغرب؟ لا والله، شرق وغرب ابوي لا عندهم سرعه في التوصيل ولا في الخدمه، لا عندهم اقصاد، لا عندهم همك الله، لا عندك لا اليك، لا يعني مشكله هاي. الله ييسر امورهم، يعله سعيد وهو بعيد، نحن ما يخصنا يا غير. نحن هذا نون يدعم اقتصاد دولتنا، يدعم اقتصاد الدوله. ليش نحن، انت انا امسات قلت غلط يوم قلت خبزنا دهننا في مكبتنا على ما قالوا هالكويت، يا الله قالوا ليش ابدي هالكويت، يا قلت خبزنا في مكبتنا دون ما افكر في الخبز، قالوا لا دهننا في مكبتنا. يعني ما يحتاج ابوي غادي شرات عذاري نسجل بعيد ونودر الجريب. هاي بلادنا ولها علينا حق، دامنا حيين حق بلادنا في رقابنا وعلى رقاب حاليتنا وعيالنا، صغيرنا قبل كبيرنا، وهي لنا ونحن لها.
اللي عند اللواد بلي من غير آخر الدنيا نحن بوي ما خصنا فيهم، لا يدعمونا ولا ندعمهم، يعلهم إن شاء الله في خير وفرح وسعادة دبت حياتهم. يا غير نحن بوي ندعم اقتصاد دولتنا، نون اقتصاد دولة الإمارات، ولازم يكون عندكم خبر وكاد 100%. الخبر الوكاد هذا الكود شغال في الإمارات وفي السعودية، المتابعين اللي في المملكة كلهم من شرقها لين غربها كلهم أبوي اللي يستعملون الخصم هذا يكتبون الكود الخالدي يحصلون أبوي الخصم اللي يتمتع به أبو محمد خالد الخالدي. نعم، ويزاهم الله شركة نون. يعني لازم يكون عندكم خبر وكاد 100% أني أنا ما أهرول مني والطريق، أنا الذيب ما يهرول عبث، ولا مستحيل أني أنا أجيب لكم شيء منتج ولا أطري لكم شيء موضوع مش قابض الوكادة من بيدي بهنتينهن. مستحيل أقول لكم شيء في تأخير ولا في قل فايد، أي شيء في فايد وفي مصلحة عامة للبلاد والعباد بتلقطوني أنا أول من يسارع فيه، أول من يسارع فيه. مثلا سيرتنا بكرة ل شو اسمها هي؟ شو اسمها البلاد اللي بنسيلها بكره؟ برشلونه. سيره برشلونه هاي بعد شيء يخص البلاد. تسير خط رسمي للطياره الاتحاد من ابو ظبي لين برشلونه. خط جديد رسمي دايركت طياره العوده 380 في الاسبوع اظني 3 أو 4 رحلات قبل الزياده. الخط هذا أول بداية تسير أظني 3 أو 4 رحلات في الأسبوع، عقب بيازم حتى 3 رحلات في الأسبوع. برشلونة بلد جميل، بلد علاج، بلد نظافة، بلد فيها المسايد، فيها النظافة، فيها الطبيعة، فيها الفاك، فيها الجو، فيها كل ما مقومات الحياة. فلذلك طيران الاتحاد مشالها أبوي خط دايركت 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 سيدة. اليوم بعد شو التحرون؟ اليوم شيء على الفاضي. اليوم أبوي بنصور لكم من يوم أبوي بين المغرب والعشاء مهرجان زايد للتراث من حول لين حول، شهر وشهرين وثلاثة، البيع والمشترى والتراث والقصيد، الأناسة، الجوائز، السيايير، الريس، الافتتاح، عروض القبائل، كل شيء يخطر في بالكم موجود في الوثبة، موجود في الوثبة. مهرجان الشيخ زايد التراث سنويا يحضرونه أمة لا إله إلا الله تحضره، وتشارك فيه جميع الدول الإسلامية والعربية من شرق الأرض ومغربها.